وللحديث عن واقع الأمن الغذائي في العراق ودلالات إلغاء المحكمة الاتحادية مشروع قانون الأمن الغذائي والتنمية، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. السلام عليكم سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. يعني ماذا يعني قرار المحكمة الاتحادية في العراق إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية؟ ماذا يعني إلغاء مثل هكذا قرار؟ هو أخي، ما بعد الانتخابات ودخول العراق، يعني الحكومة تحولت إلى حكومة تطريف أعمال، المحكمة الاتحادية نصبت نفسها هي المسؤولة عن جميع المؤسسات في الدولة العراقية. نعم. أصبحت ترفض القرارات وترفض التشريعات. مجلس النواب هو المسؤول عن التشريعات والقرار، والتشريع الذي يصدر من مجلس النواب لا يحق للمحكمة الاتحادية إلغائه طالما هو لا يتعارض مع نصوص الدستور الصريحة. وهذا التشريع هو لا يتعارض. أنا حقيقة هذا من ناحية كعلاقة ما بين المحكمة الاتحادية ومجلس النواب، لكن ما يهمنا أكبر أنه لماذا العراق الآن يرسل مثل هذه القوانين حول، يعني ويعاني من أزمة غذائية، وأن الشعب العراقي سوف تتوقف الحياة فيه اليوم 20 سنة أو لا يحكمون العراق، ويصرح الوزير بأنه لا يملك رصيد أو خزين استراتيجي للمواد الغذائية سوى شهر. نعم. القضية ليست اليوم، ليست يعني هي قضية اليوم، المشكلة قديمة جدا منذ 2003 وإلى الآن العراق يعاني من أزمة كبيرة جدا. نعم. هذا يدخل هو ضمن المناكفات السياسية، وليس هو ضمن لمصلحة ولمصلحة وطنية وللشعب العراقي، سواء كان المشرع أو سواء كان من رفض هذا التشريع. نحن اليوم العالم يدرك جميعا بأن هناك أزمة عالمية، أزمة للطاقة وأزمة للمواد الغذائية، هذه أزمة عالمية. نعم. العراق بهذا البلد الحضاري وبهذا البلد الذي عاش 10 سنوات باكتفاء ذاتي وهو محاصر، اليوم يعاني من أزمة غذائية. لو كانت هناك حكومة وطنية حقيقية، العراق يمتلك الطاقة. الذي يمتلك الطاقة اليوم ليس أن يكون لديه أزمة غذائية، الطاقة مقابل الغذاء، لكن غياب الحكومات الوطنية وغياب السياسات الوطنية والمشاريع الوطنية التي تخدم الشعبية التي غابت. اليوم العالم كله يعاني من أزمة طاقة. نعم. والعراق يمتلك الطاقة، سواء كانت الطاقة السائلة مثل البترول أو الطاقة الغازية. نعم. كلاهما موجودة في العراق، فيستطيع العراق أن يفرض وبأسعار ما يريده هو، ويحصل على المواد الغذائية لخزين استراتيجي لا يقل عن 5 سنوات، والحد الأدنى يكون سنة. كيف العراق اليوم لا يملك خزين؟ طيب سيد حسين، يعني ما مدى السياسية. نعم، لو سمحت لي، ما مدى الحاجة الملحة لإقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في هذه المرحلة، وكما ذكرت أن الحكومة تعترف أن الخزين المتوفر للقمح لا يكفي سوى، أو الحنطة لا يكفي سوى شهر واحد؟ يعني ما مدى الحاجة الضرورية اليوم لمثل هذا القانون؟ هو القصة أنه الموازنة معطلة، لا توجد حكومة تصرف أعمال، لا يحق لها إقرار موازنة ولا يحق لها تقديم موازنة. نعم. فلا فوعر الموضوع باعتبار أنه يقدمون كأزمة غذائية موجودة يعاني منها الشعب العراقي بديلا عن الموازنة. نعم. هو إذا 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 الحكومة لا يحق لها تقديم قانون طارئ للأمن الغذائي، كيف راح يحق لها تقديم موازنة؟ فالموضوع صار كل يعني مجمع جميع المؤسسات الدولة، أصبحت المحكمة الاتحادية تفرض نفسها على الجميع وتمارس دورا سياسيا على جميع المؤسسات، وهذا يزيد من الانسداد السياسي اللي موجود. اليوم لا يمكن تشكيل حكومة ضمن فترة قريبة، لا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، الجميع متعنت، الفائز لا يحق له تشكيل حكومة، الخاسر لا يعمل لا يسمح لنفسه أن يعمل بالمعارضة. نعم. الصفقات فيما بين مجلس النواب يعني ادت الى انغلاق العمل السياسي، بالتالي يقولون سوف نذهب الى انتخابات مبكره، وهي اصلا انتخابات كانت مبكره. يعني بالحديث مبكرة عن هذا القانون تحديدا، ماذا لو تم اقرار او قبول القانون، هل تعتقد انه ربما يحل ازمه العراق الغذائيه ويسد النقص الحاد بمتطلبات المواطنين؟ يعني العراق ليس لديه موارد ماليه كثيره. نعم. وموارد يعني زراعية كثيرة، لكن المشكلة بالفساد. نعم، إذا أقر هذا القانون واسترد بهذه الموارد المالية مواد غذائية قد يجوز تكفي لمدة سنة كخزين استراتيجي، لكن هل إذا أقر القانون سوف يعني يتولى المال والاستيراد مجموعة نزيهة وصالحة تستطيع أن تأتي بالغذاء للشعب العراقي، أم سيذهب في جيوب الفاسدين؟ القضية مركبة،
هذا السبب الذي نتكلم عنه، هي قضية سياسية أكبر مما هي قضية اقتصادية. مشكلة العراق الحقيقية هي مشكلة سياسية. طيب الكاظمي قال أن قرار المحكمة سيعرقل إمكانية حكومته لتوفير الكهرباء وتقديم الخدمات، كيف تقرأ مثل هذا التصريح؟ يعني أنا أسأل السيد الكاظمي، 20 سنة اليوم مرت، ما هو حال الكهرباء؟ هل سوف تتوقف الكهرباء خلال هذه الأشهر التي لم يقرر فيها القانون؟ طبعا الجواب لا. زين، هل من ضمن المواد الغذائية اللي ذكر في القانون هي الكهرباء؟ ما علاقة الكهرباء في المواد الغذائية؟ نحن أمام فئات تعيش حالة مناكفة سياسية ومزيادات سياسية الشعب العراقي تحت منها. يا سيدي التفصيل طويل في هذه القضية، لكن لا يجب أن نترك الاستراتيجية الأساسية ونذهب إلى قضايا فرعية أدت إلى قد يجوز تؤدي إلى أزمة غذائية في العراق. طيب أمام هذه الأزمة التي ذكرتها الحادة التي يمر بها العراق، لماذا لم تلجأ الحكومة للاستثمار في القطاع الزراعي رغم كل التحذيرات من الاقتصاد أو الاقتصار على الجانب الرئيعي للنفط أو المعتمد على النفط فقط؟ ولكن في ذات الوقت هل ترى أن الاعتماد على الزراعة ممكن في وقت افتقار العراق لموارد المائية؟ شوف سيدي، احنا كتجربة انه العراق اعتمد ذاتيا على الزراعة واعتمد على الاكتفاء الذاتي من خلال الزراعة في تسعينيات القرن الماضي، لكن اليوم العراق اذا يعيش حالة تصحر والروافد المائية جميعها قطعت التي تدخل من ايران ويعني البحيرات جفت، واحنا ندرك انه عندما تجف البحيرات وتعيش حالة تصحر معناها نسبة الملوحة ترتفع في الارض، وهذه معناها الارض لا تصلح للزراعه، حتى لو جاءها الماء قد يزيد تمر عليها سنوات حتى تتخلص من نسبه الملوحه الزائده. فالقضيه بالعراق اصبحت انه الزراعه بدات قد يزيد تنتهي تماما بسبب التصحر الذي يعيش العراق، اضافه انه العراق يعني فيه درجات حراره تصل احيانا الى 50% مع هذا الجفاف، مع هذا التصحر، مع قطع روافد المياه، فمن الصعب ان تكون الزراعه سوف تستمر الزراعه في العراق. لهذا السبب نحن أمام مشكلة كبيرة، مشكلة اقتصادية، مشكلة غذائية، لكن أسوأ المشكلة هو غياب المشاريع الوطنية التي تخدم الشعب العراقي من خلال حكومة يعني وطنية تخدم الشعب. اليوم 8 أشهر هي لم تشكل حكومة، تصور هل أحد سمح في العالم انتخابات مر عليها 8 أشهر ولم تشكل حكومة، وأقلية لا تسمح بتشكيل حكومة، أقلية خاسرة في الانتخابات. شكرا لك. معقدة جدا يدفع ثمن هذا الصراع السياسي والشعب العراقي. شكرا لك حسين السبعاوي الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.